كثيرون يتطوعون لخدمة ومساعدة الفلسطينيين في مدينة العريش وخاصة في مكتب خدمة المواطنين، ولكن تظهر دائما ابتسامة لا تنسى. صاحبتها هبة سليم، الفتاة ذات 13 سنة والتي أصابها لغم أرضي زرعه الإرهابيون في سيناء، ما أدى إلى بتر في ساقيها. كنت الساعة 7 رايحة المدرسة، رحت المدرسة فدهست على تحت الأرض، دهست عليه ففقع فيه، في ناس أسعفوني على مستشفى العريش. سويت العملية وركبت طرفين صناع الحمد لله، وشفت اللي بيحصل في الفلسطينية زي اللي حصل فيه. قلت أنا لازم أدخل مع خدمة المواطنين وأتطوع معاه، بحس إني بفرح لما ساعد زي أخواننا. زي يعني أنا نصبت من تبع اليهود زيهم. إزاي طفلة بالسن ده بالإصابة اللي هي فيها مفروض تكون قاعدة بتشتغل؟ يعني ادتنا حافز ان يعني احنا لو انا عايز اريح او المجموعه فريق العمل اللي معانا عايز اريح شويه ما يقدرش يريح لان هبه واقفه قدامنا. ساعات ببص لهبه وبستغرب، يعني بحس ان انا لو مكانها مش هيبقى في عندي قدره التحمل اللي هي فيها وابتسامتها الجميله رغم الوضع اللي هي فيه. بنوزع غدا، اللي بنوفر من الملابس للفلسطينيين، اخواننا الفلسطينيين، من اي حاجه يعوزوها. لدى هبة دور هام في الدعم النفسي خاصة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وهي تتذكرهم جميعاً. فطوم دي رجل مبتورة من هنا، تقول يا ريتني أمشي، مش حارفة أمشي. قلت والله غير تمشي، أنا مركبة طرفين من تحت الركبة، يعني هذا قدر ربنا الحمد لله. الصراحة انبسطت لما قلت لها الكلام إنك هتمشي على رجلك، انبسطت خالص. الله يسهل عليها، سافرت على الإمارات. اللي فات فات، واللي لازم نبص اللي قدامنا، اللي ورانا خلاص نقرط ورا ظهرينا. هذه هي نصيحة هبة لنا. تامر نصر، الحدث، العريش.